السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في الفيديو الثاني في كورس Financial Accounting. في الفيديو اللي فات احنا خدنا مقدمة سريعة عن Accounting، يعني Accounting، وعرفنا Accounting عبارة عن لغة، وعرفنا ان Financial Accounting ده نوع من Accounting بيبقى للExternal User، المستخدمين الخارجيين، بيديهم Information تساعدهم ان هم ياخدوا قرارات. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعمق اكتر ونفهم الاكاونتنج ايكويشن. بس قبل ما نبتدي ونفهم الاكاونتنج ايكويشن، احنا الكورس بتاعنا بندرسه من كتاب الاكاونتنج برينسيبل بتاع كيسو الـ12th edition. ان شاء الله الكورس ده بيبقى لسنه اولى تجاره انجليش. في الكورس ده قبل الميدترم هنركز على اول اربع شباتر، لو شابتر 1 accounting in action، شابتر 2 the recording process، شابتر 3 adjusting the account، وشابتر 4 completing the accounting cycle. ده قبل الميدترم ان شاء الله. قبل الميدترم احنا هنركز على حاجه اسمها accounting cycle. حتى لو لاحظت في اخر شابتر قبل الميدترم اللي هو اسمه شابتر 4 completing the accounting cycle، يعني هننهي accounting cycle ونعرفها كلها في شابتر 4. دي بيسموها الاكاونتنج سايكل او الدوره المحاسبيه. فايده الاكاونتنج سايكل انها تطلع لك الفاينانشال ستيتمنتس او القوائم الماليه اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. وانا الفاينانشال ستيتمنتس او القوائم الماليه دي بيبقى فيها الانفورميشن اللي الاكسترنال يوزرز عايزينها عشان ياخدوا قرارات بناء عليها. فده هيبقى شغلنا كله قبل الميدتيرم. بعد الميدتيرم في عندنا اربع شباتر تانيين هناخدهم بالتفصيل ان شاء الله. فزي ما احنا شايفين ان الكورس بتاعنا كبير تقيل، فمحتاج تفهم وتذاكر اول باول. ازاي نظام الدرجات؟ في النظام الجديد اللي هو كريدت اور في عندك 25% بارتيسيبيشن وكويزز في ايد الدكتور 25 درجة، وفي 25 درجة برضو في الميد ترم امتحان الميد ترم، و50 درجة في الفاينل. فده معناه ان انت ما ينفعش تعتمد انت تذاكر في الفاينل وبس، لا لازم كمان تعمل بارتيسيبيشن مع الدكتور بتاعك وتذاكر اول باول عشان الكويزز. نبتدي مع بعض في شابتر 1 اللي هو accounting in action. في الشابتر ده مقدمه سريعه، يعني شابتر 1 ده عامه بيبقى مقدمه، يعني الكلام اللي انت تاخده في شابتر 1 ده الاساس اللي هنبني عليه في الشباتر اللي جايه. What is accounting او ما هي المحاسبه؟ احنا قلناها في الفيديو اللي فات، احنا قلنا الاكاونتنج عباره عن ايه. الاكاونتنج عباره عن لغه، language of business. طب لو بصينا مع بعض قال لك اهو is an information system، نظام معلومات that identifies records communicates. الثلاث انشطه بتاعت الايه، بتوع اللانجوج، بتاع اي لغه. identify تحدد، record سجل، وكوميونيكيت توصل المعلومه. بس احنا قلنا دي language of business، فبتوصل اني معلومات؟ قال لك اهو تحديد وتسجيل وايصال المعلومات عن الاحداث الاقتصاديه. احنا بنوصل وبنحدد ونسجل ونوصل المعلومات عن الاحداث الاقتصاديه اللي بتحصل جوه الشركه. بنوصلها لمين؟ بنوصلها للمستفيدين من هذه المعلومات اللي هم مين؟ في حاله الفاينانشال اكاونتنج اللي هم الاكسترنال يوزرز، بس في المانجيريال اكاونتنج المحاسبه الاداريه الانترنال يوزرز. زي ما قلنا الاكاونتنج از ايه؟ لانجوج اوف بزنس، لغه التجاره. لو بصينا مع بعض الاكاونتنج بروسيس، العمليه المحاسبيه زي ما قلنا ثلاثه انشطه: ايدنتيفيكيشن، ريكوردينج، كوميونيكيشن. طبعا احنا بنقول الكلام ده بسرعه لان كل الكلام ده اتشرح في الفيديو اللي فات. ايدنتيفيكيشن بتحدد الاحداث اللي حصل جوه الشركه، او سيلكت ايكونوميك ايفنت بتحدد الاحداث الاقتصاديه. ريكوردينج تسجلها. كوميونيكيشن اللي انت توصلها للناس المستفيدين منها، فانت بتوصلها عن طريق بريبير اكاونتنج ريكوردز، يعني بتحدد الايه، بتعمل بتجهز التقارير المحاسبيه. واناليز اند انتربريت فور يوزر، اللي انت بقيت تفسرها وتحللها للمستخدمين دول، انا تشرح لهم ده المعلومه دي معناها كذا، ده النت انكم بتاعكم في السنه دي اعلى من السنه اللي فاتت، يعني تحللها لهم بقى. في حالة الـ Financial Accounting احنا قلنا بنعمل Communication عن طريق ايه؟ الـ Financial Statements، القوائم المالية. فالـ Financial Statements دي هدفنا اللي احنا نقدر نعمل Identification للأحداث الاقتصادية ونسجلها،
عشان في الاخر نجهز الفاينانشال ستيتمنتس، نجهز القوائم الماليه عشان نقدر نوصل المعلومات دي لمين؟ للناس اللي بره الشركه. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، اليوزرز اوف اكاونتنج انفورميشن اكسترنال يوزرز وانترنال يوزرز، مستخدمين خارجيين ومستخدمين داخليين. قلنا المستخدمين الخارجيين دول ده الانفستور والكريتورز، بياخدوا قرارات مختلفة تماما عن القرارات اللي بياخدها المستخدمين الداخليين زي المانجرز والامبلوي، المديرين والموظفين. الناس اللي بره الشركة عاوزين نعرف نستثمر ولا نستثمرش، نسلف الشركة ولا مسلفهاش. الناس اللي جوه الشركة عاوزين يعرفوا نكمل انتاج المنتج ده ولا لا، نزود المرتبات ولا لا. فعشان هم بياخدوا قرارات مختلفة محتاجين انفورميشنز مختلفة. فعشان كده الاكاونتنج بتاعت الاكسترنال يوزرز هنسميها الفاينانشال اكاونتنج او المحاسبة المالية، والاكاونتنج اللي هيستخدمه الانترنال يوزر هتبقى المحاسبة الإدارية عشان تساعدهم في إدارة الشركة. احنا قلنا في الكورس ده هنركز على الايه؟ الفاينانشال اكاونتنج للاكسترنال يوزرز. طب احنا كل ده بنقوله بسرعة عشان احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، فانت لو ما شفتش الفيديو اللي فات وقف الفيديو ده وشوف الفيديو الاولاني الاول. ندخل بقى على الموضوع الجديد اللي هي the basic accounting equation. عاوزين نعرف يعني ايه basic accounting equation. اكيد انتوا شفتوها كتير، assets equal liabilities plus owners equity. ده تقريبا الاكاونتنج ايكويشن انت هتفضل معاك في الفاينانشال اكاونتنج الترم كله، وما هتفضل معاك على طول يعني في اي حته فيها فاينانشال اكاونتنج لازم تكون فاهم الاكاونتنج ايكويشن دي. لو ما فهمتهاش يبقى عمرك ما تفهم فاينانشال اكاونتنج، عمرك ما تفهم محاسبه ماليه. هي الايكويشن بسيطه جدا، assets equal liabilities plus owners equity، بس محتاجه فهم. تمام، فانت خليك معايا وهنفهمها في العشر دقايق الجايين او ربع ساعه ان شاء الله اللي جايه دي. هو الاسيتس لازم يعني ايه اسيتس ويعني ايه لايبيليتيز ويعني ايه اونرز ايكويتي. اول حاجه لازم نعرفهم ونفهم، اسيتس يعني اصول، لايبيليتيز يعني التزامات، اونرز ايكويتي حقوق الملكيه. طيب التعريف بتاعهم ايه؟ نبص مع بعض. بيقول لك اسيتس هي everything that the business owns، يعني ايه؟ اي شيء يمتلكه البيزنس، يعني اي حاجه تمتلكها البيزنس that has value، يعني لها قيمة، or will provide future benefit، يعني لها قيمة أو هتساعد أو هتجيب لنا منفعة مستقبلية. يعني الأصل أي شيء تمتلكه الشركة له قيمة أو هيمدها بإيه؟ منفعة مستقبلية. تمام. طب liabilities الالتزامات، بيقول لك claims. يعني إيه claims؟ يعني ديون أو قيود. قال لك claims against assets، يعني إيه؟ ديون على الأسيتس اللي معانا. تمام، او بضمان الاسيتس اللي معانا. الديون دي ملك مين؟ قال لك الديون دي للناس اللي الشركه مديونه لهم، اللي هم الدائنين، الدائنين بتوع الشركه. يعني في دائنين كانوا مسلفين الشركه، فالشركه عليها التزامات ليهم، فبنسميها liabilities. تمام. طب owners equity اخر حاجه، قال لك owners equity claims of owners، يعني ايه دي بقى؟ حقوق، claims الحقوق، او حقوق مين بقى؟ حقوق الاونرز الملاك، او بيسموها ريزيديوال ايكويتي الحق المتبقي، او نت وورث يعني ايه؟ القيمه الصافيه. تمام. طب احنا ما فهمناش برضه. احنا فهمنا شويه، احنا فهمنا التعريفات وفهمنا الديفينيشنز، بس مش فاهمين برضه يعني ايه اسيتس، يعني ايه لايبيلتيز، يعني اونرز ايكويتي. طب نحاول نشوفها بالعربي، نشوف التعريفات دي بالعربي. assets يعني قلنا اصول، قال لك هي الموجودات التي يمتلكها المشروع. موجودات يعني ايه؟ يعني اشياء، هي الاشياء التي يمتلكها المشروع وتستخدم في تسيير انشطه المشروع مثل الانتاج. يعني ايه؟ يعني عندك مثلا المبنى ده انا بستخدمه عشان الناس، ده مقر الشركه، فالناس لازم يكون موجود في مقر الشركه عشان اقدر اشتغل. عندي ادوات ومكن، عندي equipment عشان اقدر انتج، عندي عربيات عشان اقدر اوصل المنتج بتاعي. فدي اشياء بيمتلكها المشروع، المشروع بيستخدمها ليه؟ عشان يقدر يشتغل. انت لو ما عندكش مبنى مش هتقدر تشتغل، لو ما عندكش مكان مش هتقدر تنتج، لو ما عندكش عربيات مش هتقدر توصل المنتج بتاعك. قال لك ايه بقى؟ قال لك وتتميز بمقدرتها على تقديم خدمات ومنافع مستقبليه للمشروع. قال لك دي برضو يبقى لها قيمه، المبنى له قيمه وهيساعدك ان انت تشتغل، فيبقى ليه منافع مستقبليه.
المكن ده له قيمة وهيساعدك انت تنتج منتجات في المستقبل، يبقى ليه منافع مستقبلية. طيب ال liabilities قال لك اللي هي الالتزامات، قلنا دي الديون اللي على الشركة، قال لك هي ديون مقابل الأصول. يعني ايه؟ يعني مثلا الشركة كان عندها عربيات بقيمة مثلا 500,000 جنيه، تمام؟ ال 500,000 جنيه دولت هي عشان تجيب العربيات اللي بقيمة 500,000 جنيه اضطرت هي تستلف 200,000 جنيه من البنك، تمام؟ فيبقى في 200,000 جنيه التزامات على الايه؟ في 200,000 جنيه التزامات على الشركة اسمها liabilities، لك هي ديون مقابل الأصول. يعني دي الديون اللي أنا بقت عليا اتدينتها مقابل إن أنا أجيب جزء من الأصل ده وأجيب الأصل ده. فعشان كده بيسموه مصادر تمويل الأصول، دي تعتبر مصدر من مصادر تمويل الإيه؟ الأصول. وتسمى الدائنين، دول الدائنين بتوع الإيه؟ بتوع الشركة. طبعا إحنا بنفهم الديفينيشنز بالعربي عشان تفهمها أكتر، عشان لازم تكون تفهم الحاجة بالعربي عشان تدخل دماغك. طيب الاونرز ايكويتي قال لك ده بقى حق الملاك. يعني ان نفترض الشركه فيها اسيتس ب 500,000، تمام؟ الشركه عشان تجيب الاسيتس اللي ب 500,000 اضطرت ان هي تستلف 200,000 من البنك، تمام؟ يبقى الشركه عندها التزامات ب 200,000 البنك. يبقى من ال 500,000 دولت حق الاونر قد ايه؟ الباقي اللي هو 300,000. يعني انت عندك اسيت ب 500,000، انت عشان تشتري الاسيت ب 500,000 ده اضطريت ان انت تستلف من البنك 200,000. يبقى من ال 500,000 انت تمتلك فعلا كام، او الاونر حقه فعلا كام؟ الباقي اللي هو 300,000. فعشان كده سموه اونرز ايكويتي، حق الملاك. وقال لك هو الايه؟ هو الفرق بين مجموع الاصول اللي هو الاسيتس ومجموع الالتزامات. هنا لو عندك اصول او عندك اسيتس ب 500,000 بس عندك التزامات 200,000، يبقى انت حقك في الاخر كام؟ اللي هو الفرق اللي هو 300,000، ده حق المالك. فعشان كده زي ما قلنا في السلايد اللي قبليها قلنا ايه؟ ريزيدوال، يعني الحق المتبقي. يعني بعد ما الدائنين اللي بره ياخدوا حقهم، انت يبقى اللي يفضلك ده يبقى ايه؟ حقك من الاصول. يعني انت عندك اسس ب 500,000، لما الدائنين اللي بره ياخدوا حقهم اللي هو 200، يبقى اللي هيفضل لك ده ايه؟ ده الايكوتي بتاعك، بيسموه الريزيدوال ايكوتي او الحق المتبقي، او نت وورث، القيمة الصافية، تمام. طيب احنا فهمنا برضو definitions بس مش فهمناش اكتر، يعني عايزين نفهم اكتر معناها ايه، يعني ليه الـ accounting equation بالشكل ده. طيب نبص مع بعض ونطبق الـ accounting equation ده على فرد. نفترض ان احنا عندنا اهو شاب حلو، هنسميه فارس. ده فارس شاب روش، هو لابس نظارة شمس. فارس عنده بيت ب 180,000، عنده بيت ب 180,000 دولار، جميل. عنده عربية ب 50,000 دولار، حلو. وعنده كاش في البنك 20,000 دولار. طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان فارس يمتلك اشياء بقيمة كام؟ معنى في كده ان فارس يمتلك اشياء بقيمة 250,000 دولار، دي بيسميها total assets. لاحظ انا قلت لك يمتلك اشياء، ما قلتلكش هو قيمته كام، لا هو يمتلك اشياء او يمتلك اصول بقيمه 250,000 دولار. يبقى التوتال اسيتس اللي يمتلكها فارس 250,000 دولار. طب هل معنى كده ان فارس قيمته 250,000 دولار؟ قال لك لا. ليه بقى؟ قال لك ما انت لو بصيت هتلاقي ان فارس كان مديون البنك بكام؟ ب 150,000 دولار. يعني فارس عشان يجيب الاسس اللي هي ب 250,000 دي اضطر ان هو يستلف من البنك 150,000 دولار. يبقى دلوقتي فارس عليه ايه؟ عليه التزامات. يبقى اللايبيلتيز اللي على فارس، الالتزامات اللي على فارس ب 150,000 دولار. يعني هو يمتلك اشياء ب 250,000 بس عليه التزامات بقيمه كام؟ 150,000. طب تقدر تقول لي بقى هو قيمته الصافيه كام او حقه المتبقي كام؟ النت وورث بتاعه يساوي كام؟ يعني فارس ده يساوي كام دلوقتي؟ قال لك هو يمتلك اشياء بقيمه 250,000 بس عليه التزامات ب 150، يبقى هو حقه اللي متبقي كام؟ التوتال ايكويتي بتاعه 100,000 دولار. ليه؟ لان قال لك التوتال اسيتس اللي معاه اللي هي 250,000 دي جابها ازاي؟ قال لك استلف 150,000، يبقى عليه التزامات 150,000، والباقي ده يعتبر ايه؟ حقه هو، فلوسه هو،
تمام، يبقى التوتال ايكويتي بتاعه 100000، يبقى التوتال اسيتس اللي هي 250000 بتساوي اللايبيلتيز بلس الايكويتي. تمام كده فهمنا الاكاونتنج ايكويشن. طب احنا كده فهمناها بشكل مبسط على مين؟ على فارس. بس احنا ما بنعملش الاكاونتنج لفارس، احنا بنعمل الاكاونتنج لمين؟ لشركه. فاحنا دلوقتي هنطبق الاكاونتنج ايكويشن، بس هنطبقها على الايه بقى؟ على الشركه. هناخد مثال اكبر شويه. تمام، الشركه دي اي شركه عشان تتبني محتاجه ايه؟ هيقول لك اول حاجه، اول مشكله بتواجهك عشان تعمل شركه انت عايز ايه؟ عايز تمويل، انت عايز مصادر تمويل، sources of fund. الشركه عشان تتبني محتاجه مصادر تمويل. طيب قال لك عشان تمول الشركه انت عندك مصدرين اساسيين. ايه المصدرين الاساسيين دولت؟ قال لك يا اما الاونر، قال لك الاونر طبعا هيستثمر، الاونر هيستثمر في الشركه، الملاك هيستثمروا في الشركه. طيب لو ما كفوش، قال لك الشركه هتضطر تستلف من الايه؟ تستلف من الكريدتورز، تستلف من البنك او الدائنين. قال لك فاول حاجه مثلا انت عايز تفتح الشركه، انت الاونر عايز تفتح شركه فبتستثمر، فالاونر يروح يستثمر فين؟ الاونر يروح يستثمر في الشركه. تمام، فلما الاونر يستثمر في الشركه بيبقى ليه راس مال في الشركه، راس المال او بيبقى ليه حق في الشركه. الحق اللي في الشركه ده بنسميه ايه؟ بنسميه اونرز ايكويتي، حقوق الملاك. يعني لما الاونر يستثمر في الشركه يعني كانه بيدي تمويل للشركه بتاعته، فيبقى هو ليه حق، هنسميه ايه؟ اونرز ايكويتي، حقوق الملاك. طيب افرض الاونر استثمره في الشركه، بس الشركه اللي محتاجه فلوس تاني، محتاجه تمويل تاني. ما انت مش معقول مثلا هتفتح شركه مثلا هنقول ب 100 مليون جنيه، انت مهما كنت غني مش هتقدر تستثمر 100 مليون جنيه. تمام، انت اونرز مثلا استثمروا 20 مليون، طيب ال 80 مليون الفاضلين هيجيبوها منين؟ قال لك بقى ممكن يجيبوها من البنك او يستلفوها من بره من الكريدتورز. قال لك فلما الشركه، شفت انا بقول لك الشركه اللي بتستلف ما بقولش الاونرز، انا بقول الشركه بقى عايز تستخدم مصدر تمويل تاني، فلما الشركه تحب تستلف هتستلف من مين؟ الكريدتورز، ويبقى الشركه عليها ايه؟ عليها التزامات، لايبيلتيز. تمام، فاحنا كده لو لاحظنا ان الشركه عندها مصدرين تمويل، مصدر من الاونر، الاونر بيستثمر في الشركه ويبقى ليه حق في الشركه هنسميه اونرز ايكويتي، او شركه تستلف. لاحظ انا بقول لك الشركه بتستلف مش الاونر، الشركه بتستلف من الناس اللي بره اللي هم الدائنين، فيبقى عليها ايه؟ عليها لايبيلتيز او عليها التزامات. فيبقى كده السورسز اوف فاند هي اللايبيلتيز بلس الايه؟ لايبيلتيز بلس الاونرز ايكويتي، دول مصادر التمويل بتاعه الشركه. طيب الشركه جالها تمويل 100 مليون جنيه. طيب الشركه جالها تمويل ب 100 مليون جنيه هتعمل بيهم ايه؟ قال لك ما لازم تبتدي شغل بقى. طب قال لك الشركه عشان تبتدي شغل مش محتاجه تجيب حاجات؟ قال لك اه. قال لك فهتجيب، هتستخدم التمويل ده. قال لك الشركه لما يجي لها تمويل ب 100 مليون جنيه هتستخدمه. قال لك هتستخدم اليوز اوف فاند، هتستخدم التمويل ده في ايه؟ قال لك هتستخدم التمويل ده عشان تجيب اسيتس، اصول، عشان الشركه عشان تشتغل او الشركه عشان تبتدي تنتج محتاجه اول حاجه تجيب اصول، اسيتس. ايه الاصول دي؟ قال لك محتاجه تجيب مبنى عشان يبقى مقر الشركه، محتاجه تجيب مصنع عشان تنتج فيه، محتاجه تجيب مكن عشان تنتج، محتاجه تجيب عربيات عشان توصل. فدي كلها اسيتس، فضل معاها شويه فلوس حاططهم في البنك. فدلوقتي الشركه بيجي لها مصادر تمويل، جالها تمويل من الكريدتورز او الاونرز، يعني الشركه بيجي لها تمويل عن طريق اللايبيلتيز او الاونرز ايكويتي، بتاخد التمويل ده بتستخدمه انها بتجيب اسيتس، راحت اشترت مبنى، اشترت اكويبمنت، اشترت مصنع، فضل شويه فلوس حاططه في البنك باسم الشركه. يبقى احنا كده لو لاحظنا لازم الكفتين دول يساووا بعض، يعني مش معقوله مثلا هي جالها تمويل ب 100 مليون يبقى الاسيتس ب 110. ازاي هي عندها تمويل ب 100 مليون يبقى استخدامات التمويل هيبقى كام؟ 100 مليون. ال 100 مليون دولت هروح اشتري بيهم حاجات مثلا، بقي هشتري منهم اسيتس ب 80 مليون، يفضل لي كاش احطه في البنك باسم الشركه يبقى برضو اسيتس ب 20 مليون. يبقى لازم الجهتين دولت يساووا زي بعض، يعني الجهه اليمين اللي هي sources of funds اللي هي liabilities plus owners equity تساوي الجهة الشمال اللي هي استخدامات التمويل اللي هي الايه؟ الاسيتس. تمام، يبقى لازم الجهتين دول يساووا زي بعض، عاملين زي الميزان،
يعني ما ينفعش يبقى عندك تمويل، عندك مصادر تمويل ب 100 مليون يبقى استخدامات التمويل ب 120 مليون. doesn't make sense، يعني ملهاش معنى. او ما ينفعش يبقى انت عندك تمويل ب 100 مليون ويبقى الاسس ب 80 مليون، يعني في 20 مليون طاروا. لا، فلازم الجهتين دول يساووا ايه؟ يساووا بعض. دي بنسميها الاكاونتنج ايكويشن. كده احنا فهمنا الاكاونتنج ايكويشن بشكل عام. طبعا احنا هنطبقها طبعا على مثال بس قدام شويه. طيب بعد ما فهمنا الاكاونتنج ايكويشن، تعالوا ناخد مثال نفرق بيه ما بين الاسس واللايبيليتيز والاونرز ايكويتي المختلفه بتاعه الشركه. تعالوا نشوف المثال ده مع بعض. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك indicate whether each of the following item is an assets, liability أو جزء من الـ owner's equity. عاوز أعرف الحاجات اللي موجودة قدامك دي تعتبر أصل ولا التزام ولا جزء من حقوق الملك من حقوق الملاك. طيب نبص مع بعض. أول واحد، أول item اللي هو إيه؟ accounts receivable. يعني إيه accounts receivable؟ ترجمها بالعربي، accounts يعني حسابات، receivable هستلمها. يعني ايه؟ دي حسابات انا لسه هستلمها. يعني الشركه بتاعتنا كانت قدمت خدمه او باعت منتج ولسه ما خدتش ايه؟ فلوسها، تمام؟ فبتسجل اكونت ريسيفبل، حسابات لسه هستلمها. زي ما انت بتروح قهوه كده وتبيع مثلا ويقول لك انا هدي لك هدفع لك قدام، فيبقى انت لسه هتاخد الفلوس في المستقبل، يقول لك على الحساب. فالاكونت ريسيفبل دي يعني كان في ناس اشتروا من الشركه على الحساب، فالشركه لسه هتجمع الحسابات دي قدام. طب ده معناه ايه بقى؟ ده التزام على الشركة؟ هي الشركة مضطرة تدفع حاجة؟ لا، مش التزام عليها. ده جزء من حقوق الملكية؟ لا، هم مالوا بالأونرز. بس ده يعتبر ايه؟ يعتبر أسد للشركة. ليه بقى يعتبر أسد للشركة؟ لأن ده حاجة لها قيمة، حسابات هستلمها فهتجيلي فلوس قدام، هتجيبلي منفعة مستقبلية. يعني الأكاونت ريسيفبل دي حسابات أنا هستلمها، أول حاجة هي لها قيمة وهتجيب لي فيوتشر بنفيت ان هي ايه؟ هجمعها وتتجيب لي كاش. طيب الايتم اللي بعديه بيقول لك ايه؟ salaries and wages payable. ترجمها salaries يعني مرتبات، wages يعني اجور، payable هتدفع، تمام؟ يعني دي مرتبات واجور لسه على الشركه ان هي ايه؟ تدفعها. يعني دي مرتبات واجور على الشركه اللي هي المفروض تدفعها. يعني دي تعتبر التزام على الشركه، يعني الشركه ملزمه انها تدفع المرتبات والاجور دي. يعني الشركه عليها مرتبات واجور متاخره مثلا فلازم تدفعها، فدي بيسموها salaries and wages payable. دي تعتبر ايه على الشركه؟ liability، التزام على الشركه انها ايه؟ تدفع الفلوس دي، تمام. طيب اللي بعديها دي سهله، equipment، مكن. طب دي يعتبر ايه؟ asset، ده عشان ده له قيمه وهيساعدك ان انت تنتج، له يعني له قيمه، حاجه ايكويبمنت حاجه ليها قيمه وهتساعدك ان يجيب لك ايه؟ منافع مستقبليه. طيب السبلايز دي مثلا يعني انت جبت ورق تطبع عليه، جبت منظفات، جبت اقلام. طب ما هي السبلايز دي حاجات لها قيمه وهتستخدمها قدام، يبقى اسيتس. طيب بص على دي بقى، اونرز كابيتال. كابيتال يعني راس مال، رأس المال بتاع الملاك أو بتاع المالك اللي هو الأونر. رأس مال المالك تعتبر إيه؟ إيكويتي، ده حق المالك ده، تمام. طيب آخر حاجة النوتس بيبل. نوتس بيبل يعني إيه بيبل؟ هتدفع. نوتس يعني ورق أو قيود، يعني إيه؟ يعني دي حاجات لسه الشركة هتدفعها، يعني الشركة ملزمة إنها تدفعها، فبيسموها نوتس بيبل. يعني دي كمبيالات، نوتس يعني كمبيالة، ورقة الشركة ماضية عليها انها تدفع حاجة قدام. فنوتس بيبل دي كمبيالات او شيكات على الشركة. فالنوتس بيبل دي تعتبر ايه؟ التزام على الشركة انها تدفعها قدام، دي بيسموها كمبيالات. نوتس بيبل يعني ايه؟ كمبيالات. دي تعتبر لايبيليتي على الايه؟ على الشركة. طبعا احنا كده اهو فرقنا بسرعة ما بين الاسيتس واللايبيليتيز والايكويتي. assets اي حاجه الشركه تملكها لها قيمه او هتجيب منافع مستقبليه. liabilities يعني التزامات على الشركه انها تدفعها. الايكويتي ده حق الايه؟ حق المالك. وقلنا الاسس ده هو استخدامات التمويل، ومصادر التمويل بتيجي يا اما من liabilities يا اما من مين؟ من الايكويتي، يا اما من الكريدتورز اللي هم اللي بره وحقهم liabilities، يا اما من الاونر وهو حقه الايه؟ الايكويتي. طيب
نرجع تاني للاكاونتنج ايكويشن. انتوا لو لاحظتوا حاجه، انا لما كنت قاعد اتكلم على الاكاونتنج ايكويشن دي وطبقناها على الشركه، انا كنت دايما بتكلم عن الشركه كانها ايه، كانها شخص، كانها فرد. يعني كنت بقول لك الشركه هي اللي استلفت، الشركه اشترت، الشركه باعت، تمام. ولما اتكلمت على الاونر ما اتكلمتش عليهم غير في حاله واحده بس، لما قلت لك الاونر استثمروا بس كده، بس ما قلتش الاونر هم اللي استلفوا. يعني ما قلتش الاونر هم اللي استلفوا، لا قلت لك الاونر، الاونرز بتوعنا، تمام، الاونرز بتوعنا دولت استثمروا في الشركه وبقى ليهم ايه، بقى ليهم اونرز ايكويتي كده، دورهم انتهى. يعني هم الاونرز دورهم في الشركه اللي هم يستثمروا فيها وانتهى الموضوع، تمام. بس بعد كده الشركه هي اللي ايه بقى، الشركه هي اللي استلفت من الكريتورز، والشركه هي اللي جابت الاسس، والشركه هي اللي بتنتج، والشركه هي اللي بتبيع، كل حاجه شركه اللي بتعملها. فانا بتكلم عن الشركه كانها ايه، كانها شخص. يعني بعتبرها ايه، بعتبرها شخص، شخص منفصل عن مين، عن الاونر. يعني الاونر دولت، الاونر ده شخص والشركه دي شخص تاني، والاونر بيتعامل مع الشركه في حاجه واحده بس، لما يستثمر فيها، وساعتها الشركه بتديله ايه، بتسجل له اونرز ايكويتي او بتسجل له حقوق الملاك. طيب الكلام ده بنسميه بقى، المبدا ده بنسميه ايه، او الفرد ده بنسميه ايه. احنا افترضنا ان الشركه شخص منفصل، فبنسميه الايكونوميك انتيتي اسامبشن، فرضيه الشخصيه الاعتباريه للمشروع. يعني ايه، بعتبر المشروع ده شخص منفصل عن مين، منفصل عن الاونرز، منفصل عن المؤسسات التانيه، تمام. ده بيسموه فرضيه الشخصيه الاعتباريه للمشروع. يعني بعتبر المشروع ده شخص منفصل، تمام. قال لك اهو بقى، لو قرناها مع بعض، قال لك فرضيه الشخصيه الاعتباريه للمشروع او the economic entity assumption requires that the activities of the entities be separate, be kept separate and distinct. يعني بنشوف الانشطه بتاعت المشروع منفصله عن مين بقى، منفصله عن انشطه الاونر. المشروع ده شخص هو اللي بيعمل الانشطه كلها بعيدا عن الاونر. يعني الاونر ما بيشتريش، الاونر ما بيبيعش، الاونر ما بيستلفش. والايكونوميك والمشروع بتاعنا منفصل عن اي مؤسسات تانية برضو. يعني ده شخص في حد ذاته. لو بصينا مع بعض بيقول لك ايه، بيقول لك the accounting process and the accounting equation are related to مين بقى، to the economic entity، البيزنس مش الاونر. يعني الاكاونتنج ايكويشن دي اللي هي assets equal liabilities plus owners equity بتاعت مين، بتاعت الشركه مش بتاعت الاونر. يعني الاكاونتنج ايكويشن دي بنطبقها من وجهه نظر مين، من وجهه نظر الشركه. طيب يعني كده بقى، انت كمحاسب شغال عند الشركه ولا شغال عند الاونر اللي هو صاحب الشركه؟ انت كمحاسب شغال عند مين، عند الشركه، الشركه هي اللي معيناك مش الاونر. انت مثلا شغال في حديد عز، يبقى حديد عز هو اللي مشغلك مش عز، لا الشركه نفسها حديد عز هو اللي مشغلك مش عز نفسه، الاونر ملوش دعوه. فيبقى انت كمحاسب شغال عند الايه، عند الشركه. جميل. نرجع تاني لتعريف المحاسبه. بيقول لك ايه، accounting is an information system، نظام معلومات او لغه، that identifies, record and communicates. قال لك ايه بقى، the economic events of an organization. احنا قلنا الايكونوميك ايفنتس اللي هي الاحداث الاقتصاديه اللي بتحصل جوه المؤسسه او بتحصل جوه البيزنس. طيب الاحداث الاقتصاديه دي احنا بنسميها في الاكاونتنج، بنسميها ايه بقى، بنسميها transactions، معاملات. يعني انت الشركه اشترت، ده ترانزاكشن، الشركه باعت، ترانزاكشن، تمام، الشركه استلفت، ترانزاكشن. فالايكونوميك ايفنتس دي بنسميها ترانزاكشنز، معاملات. فالترانزاكشن او المعاملات are the economic events of the business recorded by the accounting. دي الاحداث الاقتصاديه ان اللي المفروض المحاسبين اللي هو انتوا ان شاء الله ايه هتسجلوها. انت اول حاجه بتعمل ايدنتيفاي للترانزاكشن دي، بتعمل ريكورد للترانزاكشنز دي عشان في الاخر تعملها كوميونيكيت لمين، للناس اللي بره الشركه، تمام. طيب قال لك each transaction must be analyzed in terms of its effect on the component of the basic accounting equation. يعني كل transaction دي انت بتحللها، بس بتحللها على بناء على ايه، بناء على accounting equation انت واخدها. مع اي transaction عشان تسجل لازم تأثر في الايه، accounting equation، اللي هم ايه، accounting equation assets equal liabilities plus owners equity. الassets دي استخدامات التمويل، مصادر التمويل اللي هي liabilities plus owners equity. معلش انا بعيد الاكاونتنج ايكويشن 100 مره عشان ده اول حاجه لازم تفهمها. يعني دي اهم حاجه لازم تفهمها في الشابتر ده، اللي هي الاكاونتنج ايكويشن، assets equal liabilities plus owners
equity. فأي transaction لازم تحلله بناء على تأثيره على الايه؟ على الكومبوننتس بتاعت الاكاونتنج ايكويشن. ايه هم الكومبوننتس بتاعت الاكاونتنج ايكويشن؟ assets وliabilities وowners equity. طيب احنا هنحلل الاكاونتنج ايكويشن من وجهة نظر مين بقى؟ من وجهة نظر الشركة ولا من وجهة نظر الاونر؟ احنا هنحلل الترانزاكشن من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر الشركة، لان احنا قلنا احنا محاسبين وشغالين عند الشركة، وقلنا الشركة ده شخص اعتباري منفصل عن مين؟ عن الاونر. جميل. طيب نبص مع بعض على الاكاونتنج ايكويشن تاني. assets equal liabilities plus owners equity دي ايكويشن صح؟ يبقى لازم الجهة اليمين تساوي الجهة الشمال. هنفترض ان الاسيت زادت زي ما احنا شايفين، الاسيت زادت، يبقى معنى كده، معنى لو الاسيت زادت اللي هي الجهة الشمال زادت، يبقى معنى الجهة اليمين لازم تزيد. يعني اما liability زادت، يعني لو الاسيت زاد معناه ان liability زادت، او الاونرز ايكويتي زادت عشان تبقى الايكويشن ايه؟ بالانس، تبقى الايكويشن بتاعتنا موزونه. طيب يعني الاسيت زادت معناه ان liability زادت او الاونرز ايكويتي زادت، او ممكن تكون الاسيت زادت في حاجه بس قلت في حاجه تانية. يعني ممكن تكون الاسيت مثلا زادت في حساب الايكويبمنت، يعني اشتريت ايكويبمنت بس قللت حساب الكاش اللي هو اسيت برضه، فساعتها الاسيت زادت وقلت بنفس القيمه، يبقى الايكويشن ايه؟ بالانسد. يبقى زي ما قلنا دلوقتي انت عندك الاسيت زادت، لما الاسيت تزيد يبقى اما اللايبيليتيز هتزيد، يا اما الاونرز ايكويتي هتزيد عشان يبقى الايكويشن بالانسد، يا اما الاسيت هتقل بنفس القيمه عشان تبقى الايكويشن بالانسد برضه. ده بقى بيسموه ايه بقى؟ بيسموه دوال افكت اوف ذا ايكويشن، يعني تقسيم مزدوج. تمام، بيقول لك فور اكزامبل اف ان انديفيدوال اسيت از انكريزد، لو الاسيت لو في عندنا حساب في الاسيت زاد، ذير ماست بي ا كورسبوندينج ايه بقى؟ يا اما في زياده في اللايبيليتيز، يا اما في زياده في الاونرز ايكويتي، يا اما حساب تاني في الاسيت هي ايه؟ هيقل. قال لك اهو ذير ماست بي ا كورسبوندينج ديكريز ان انذر اسيت، يا اما اسيت تاني هيقل، يا اما liabilities هتزيد، يا اما الاونرز ايكويتي ايه؟ هيزيد. لازم الاكاونتنج ايكويشن تكون ايه؟ بالانس. ان اهم حاجه الاكاونتنج ايكويشن الجهه اليمين تساوي الايه؟ الجهه الشمال. يبقى زي ما احنا قلنا ان اي ترانزاكشن بيبقى ليه ايه؟ ليه دوال افكت على الاكاونتنج ايكويشن، ليه تاثير مزدوج على الاكاونتنج ايكويشن. ان لو حساب في الاسيت زاد، يبقى في حساب في الاسيت هيقل بنفس القيمه، يا اما في حساب في الليابيليتي هيزيد بنفس القيمه، يا اما في حساب في الاونر ايكويتي هيزيد بنفس القيمه، بحيث الاكاونتنج ايكويشن تبقى ايه؟ تبقى بالانسد. طيب تعالوا نطبق اللي احنا فهمناه ده على المثال ده. مديك شويه ترانزاكشن لشركه اسمها جرين فالي لون كير كومباني، وبيقول لك المطلوب قول لي تأثير، describe the effect of each transaction on asset liabilities and owner's equity. يعني بيقول لك قول لي تأثير الترانزاكشن دي على accounting equation اللي هي assets equal liabilities plus owner's equity. طب نبص مع بعض على أول transaction. بيقول لك made cash investment to start the business. عمل cash investment عشان يبتدي الشركة. بالعقل هو بيتكلم على مين؟ مين اللي عمل cash investment عشان يبتدي الشركة؟ الأونر أكيد. يبقى ساعتها من وجهه نظر الشركه، احنا قلنا بنحل الترانزاكشن على الاكاونتنج بناء على الاكاونتنج ايكويشن من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر الشركه. يبقى من وجهه نظر الشركه ايه اللي زاد عندها؟ الكاش. ما هو في كاش دخل لها صح؟ يبقى الكاش اسيت ولا لايبيليتيز ولا اونرز ايكويتي؟ لا، الكاش اسيت، حاجه لها قيمه ولها منافع مستقبليه، يبقى ساعتها الاسيت هيزيد. طيب ده كده اول تاثير. طيب هو الكاش زاد، الكاش ده جه للشركة المصدر بتاعه ايه؟ الكريديتورز يعني liabilities الشركة استلفت، ولا الاونر هو اللي استثمر؟ بيقول لك ده هو ميد كاش انفستمنت، ده الاونر هو اللي عمل استثمار. يبقى ساعتها الاونر لما يستثمر في الشركة، الشركة هتسجل له ايه؟ هتسجل له اونرز ايكويتي، يعني الايكويتي بتاعه في الشركة ايه؟ حقه في الشركة هيزيد، يبقى الايكويتي هيزيد. يبقى زي ما احنا شايفين كده اهو في تاثير مزدوج، الاسيت زاد والايكويتي زاد بنفس القيمه، يبقى الاكاونتنج ايكويشن ايه؟ بالانسد، مظبوطه. طيب ترانزاكشن بعديه قال لك بيد مانثلي رنت، مين اللي دفع بقى؟ بيد مانثلي رنت الاونر؟ لا، الشركه، الشركه هي اللي دفعت.
الشركة هي اللي ايه اللي دفعت. الشركة دفعت ايه؟ دفعت الإيجار الشهري، الإيجار الشهري. طيب هي لما الشركة تدفع إيجار إلا هي اللي عندها، انت لما تدفع ايه اللي بيقل؟ الكاش. يبقى ساعتها الاسيت، ما احنا قلنا الكاش ده اسيت، يبقى الاسيت ايه؟ هيقل. طيب هو الايجار ده يعتبر ايه؟ الايجار ده يعتبر ايه؟ مش احنا الشركه بتدفع ايجار عشان تقدر تشتغل؟ تمام. يبقى الايجار ده مصروف على الشركه، اكسبنس على الشركه. تمام. هو الايجار ده المصروف ده المفروض، يعني الاكسبنس ده، ده اسمه اكسبنس او مصروف. المصروف ده المفروض يقلل حق مين؟ يقلل حق الناس اللي بره اللي هم لايبيليتيز، يقلل الالتزامات على الشركه. لا، هو الناس اللي بره مالهم؟ انت عندكم مصاريف وبتدفعوها، احنا مالنا؟ قال لك اه، يبقى انت الاسيت قل، يبقى تقلل قصاده مين؟ تقلل قصاده حق الاونر، هم الناس اللي بره، احنا مالناش دعوه، احنا مسلفينكم فلوس ناخد فلوسنا والفوائد، مالناش دعوه بقى انتوا شغلكم ايه. فالشركه بتقول اه احنا دلوقتي انا دفعت رنت، يبقى الكاش بتاعي 1000، الاسيت هيقل. بس قلل قصاده ايه؟ قلل قصاده اللايبيليتيز؟ قال لك لا. يبقى تقلل قصاده مين؟ تقلل قصاده حق الاونر في الشركه. تمام. لان هو المفروض اللي هيتكلف المصاريف بتاعت الشركه، يبقى ساعتها الايكويتي ايه؟ هيقل. تمام. انت ما ينفعش تيجي ناحيه الناس اللي بره، ما لهمش دعوه. يبقى ساعتها تقلل حق الاونر في الشركه. طيب بيقول لك بيرشيزد اكويبمنت اون اكاونت، يعني الشركة اشترت بقى. مين اللي اشترى الشركة؟ شفت؟ ما بقولش الاونر، هو الاونر بس لما عمل انفستمنت، بعد كده الشركة اللي بتعمل كل حاجة. فبيقول لك بيرشيزد اكويبمنت اون اكاونت، ترجمها لي، الشركة اشترت مكان على الحساب. هل معنى كده ان الشركة دفعت فلوسه؟ لا. طيب قول لي التأثير بتاعها ايه؟ اول حاجة الشركة اشترت اكويبمنت، صح؟ الاكويبمنت ده نوعه ايه؟ حاجة لها قيمة واجيلك هتديك فايده مستقبليه، يبقى اسيت. يبقى ساعتها الاسيت ايه؟ زاد. طيب هل الشركه دفعت ثمنه؟ يعني الكاش بتاع الشركه قل؟ لا. طيب قال لك ده على الحساب، يعني الشركه لسه هتدفع ثمنه، يبقى ده الايه؟ ده التزام على الشركه. يبقى ساعتها اللايبيلتيز بتاعت الشركه مالها؟ زادت. يبقى ساعتها اللايبيلتيز بتاعت الشركه زادت. عارف لو قال لك اللي هو اشترى الايكويبمنت ودفع فلوسها كاش، يبقى ساعتها الايكويبمنت هيزيد في الاسيت، والكاش بتاع هيقل برضو بنفس القيمه في الاسيت. يبقى ساعتها الاسيت هيزيد ويقل بنفس القيمه، يبقى ساعتها برضو الاكاونتنج ايكويشن بالانسد. تمام. الترانزاكشن اللي بعديه بيقول لك بيلد كاستمر فور سيرفيسز بيرفورمنت، يعني ايه بيلد؟ بعت فواتير، يعني بعت فواتير للعملاء اللي انا عملت لهم خدمه. تمام. هو اول حاجه هو بعت فواتير، معنى كده ان هو اخد فلوس؟ قال لك لا. قال لك بس هو بعت فواتير، معناه كده اللي هو ايه؟ اللي هو لسه هيجمع الحسابات دي، يعني دي حسابات لسه هيجمعها، صح ولا غلط؟ ما هو بيلد كاستمرز، انت لما تبعت فاتوره معناها الراجل هياخد الفاتوره دي هيدفع لك الفلوس. فمعنى ان انت بعت له فاتوره اللي انت بقى ليك حسابات هي هتجمعها، زي اللي احنا لسه قايلينها اكونت ريسيفبل، ان حسابات لسه ايه؟ هتجمعها. الحسابات اللي انت هتجمعها دي تعتبر ايه؟ تعتبر اسيت ليك، هيبقى ليها قيمه او هتجيب لك منفعه مستقبليه، هتجيب لك كاش. يبقى ساعتها الاسيت ايه؟ يبقى ساعتها الاسيت هيزيد. طيب هو الاسيت زاد ليه؟ او الحسابات دي احنا جمعناها ليه؟ او الحسابات دي هنجمعها ليه؟ عشان احنا قدمنا خدمه، صح؟ انت الشركه قدمت خدمه، لما الشركه قدمت خدمه زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، الشركه لما بتقدم خدمه تمام او بتبيع منتج، يبقى المفروض تسجل ايه؟ ريفينيو، ايراد. هي قدمت خدمه ففي ايراد جاي لها. طيب او المكسب اللي جاي لها ده او الايراد اللي جاي لها ده من حق مين؟ من حق الناس اللي بره اللي هم الكريدتورز، ولا من حق الاونر؟ لك لا، من حق الاونر. زي ما انت قللت حق الاونر بالمصاريف اللي احنا صرفناها، تمام، زي الرنت، يبقى زود حق الاونر بالمكاسب اللي احنا ايه بنكسبها، يعني زودها بالايه؟ بالريفينيو. يبقى ساعتها الايكويتي بتاع الاونر ايه؟ هيزيد. تمام، مظبوط. ترانزاكشن بعدي بيقول لك withdrew cash for owners personal use، سحب كاش لاستخدامات المالك الشخصيه. مين بقى اللي سحب؟ مش الشركه، ده الاونر اللي سحب. ساعتها الاونر ايه اللي سحب؟ يبقى لما بيقول لك ايه الاونر سحب كاش لاستخداماته الشخصيه،
يبقى من وجهة نظر الشركة انا الكاش بتاع الشركة ايه، انا الشركة الكاش بتاعي قل، يبقى الاسيت بتاعي قل. وفي نفس الوقت مين اللي سحب؟ ده الاونر، يبقى قلل له ايه؟ قلل له حقه في الشركة، قلل له نصيبه في الشركة، يبقى قلل له الاكويتي بتاعه. تمام؟ يبقى لاحظ كده، في اول ترانزاكشن الاونر هو اللي عمل انفستمنت، تمام؟ في خمس ترانزاكشن الاونر هو اللي سحب، ودول الحالتين اللي بيظهر فيهم الاونر بس. يعني الاونر بيظهر في حالتين، لما يعمل انفستمنت او يسحب من الشركه، يعمل وذرو، يعمل دروينج من الشركه، يسحب من الشركه. تمام؟ طيب ترانزاكشن رقم 6 اللي بعديه بيقول لك ريسيفد كاش فروم كاستمرز بيلد ان 4. مش انت في 4 بتقول انت بعت فواتير، بعت فواتير عشان انت عملت خدمه، وساعد نقول الفواتير دي معناها حسابات لسه هجمعها، فقلت انا هزود الاسيت عشان دي اكاونتس لسه انا هجمعها، اكاونت ريسيفبل. قال لك اه، قال لك انت استلمت كاش بقى من الفواتير دي، فلما الشركه استلمت الاكاونت ريسيفبل دي يبقى الكاش اللي عندها ايه؟ زاد. يبقى الكاش ده ايه؟ ما هو اسيت، يبقى ساعتها الاسيت هيزيد. طيب هي لما استلمت الكاش يبقى لازم تقلل ايه بقى؟ تقلل الحسابات اللي هي المفروض كانت هتستلمها، اللي هي الايه؟ اكاونت ريسيفبل، والاكاونت ريسيفبل دي اسيت برضو، يبقى ساعتها الاسيت هيقل بنفس الايه؟ هيقل بنفس القيمه. تمام؟ جميل جدا. طب الترانزاكشن اللي بعديه بيقول لك incurred advertising expense on account. incurred بقى يعني مستحق عليها، مستحق على مين؟ على الشركة. فبيقول لك الشركة بقى مستحق عليها advertising expense، مصاريف اعلان on account، يعني على الحساب، يعني الشركة لسه ايه؟ لسه ما دفعتهاش. طيب قلنا اول حاجة الشركة لسه ما دفعتهاش، يبقى الشركة عليها التزام انها تدفع، صح ولا غلط؟ يبقى ساعتها الليابيلتيز مالها هتزيد. طيب بس في نفس الوقت احنا قلنا دي اكسبنس، الاكسبنس زي ما قلنا في الفيديو الاولاني او الفيديو اللي فات ان ده ايه؟ ده مصروف. يبقى احنا قلنا المصروف ده بيقلل من ايه؟ يقلل من حق الاونر في الشركه، لان الاونر هو بيتحمل المصاريف، يبقى ساعتها الايكويتي بتاعه في الشركه ايه؟ يقل. جميل جدا. الترانزاكشن بعدي بيقول لك purchase additional equipment for cash. الشركه اشترت equipment إضافية، مكان إضافي مقابل كاش. يبقى أول حاجة الـ equipment هتزيد، يبقى الـ asset هيزيد، بس الـ cash هيقل، ويبقى الـ asset هيقل بنفس القيمة، يبقى ساعتها برضو الـ accounting equation مظبوطة، balance. الـ equipment زادت فالـ asset زاد، بس الـ cash هيقل فالـ asset هيقل بنفس القيمة. قال لك received cash from customer when services was performed. الشركة استلمت كاش، يبقى الكاش زاد، يبقى الـ asset زاد. طيب قالك الكاش ده مقابل ايه؟ مقابل خدمات الشركة عملتها. فاحنا قلنا الشركة عملت خدمات، ادت خدمة وبعت منتج، يبقى ريفينيو. قلنا ريفينيو اللي هو الايراد، الايراد ده من حق مين؟ مش من حق الكريدتورز، الكريدتورز ما لهمش دعوة، يبقى من حق مين؟ من حق الاونر اللي هو الاكويتي، يبقى الاكويتي بتاعه ايه؟ هيزيد. يبقى احنا كده حللنا الترانزاكشن بناء على الاكاونتنج ايكويشن، وعرفنا تأثيرها على الاسيتس والليابيلتيز والاونرز ايكويتي. ولو لاحظنا كل ترانزاكشن ليه تاثير مزدوج، بس اهم حاجه يبقى الاكاونتنج ايكويشن ايه؟ بالانسد، الجهه اليمين بتساوي الجهه الشمال. طيب نرجع تاني للاكاونتنج ايكويشن، اسيتس ايكوال ليابيلتيز بلس اونرز ايكويتي. اونرز ايكويتي لاحظ انا كاتب لك تحتيها اللي هو الاندنج كابيتال. يعني ايه اندنج كابيتال؟ اللي هو راس المال بتاع الاونر في اخر الفتره. مش احنا قلنا اونرز ايكويتي ده حق الملاك او حق الملك؟ طيب حق المالك ده عباره عن ايه؟ عباره عن راس المال بتاعه. طب الراس المال بتاعه في اخر الفتره، يعني انت لو حبيت تجيب الكابيتال بتاعه في الفتره دي هيكون عباره عن ايه؟ قال لك الاندنج كابيتال او راس مال الاونر في اخر الفتره بيساوي ايه بقى؟ قال لك بيساوي البيجنينج كابيتال، راس مال بتاعه في اول الفتره، بلس الانفستمنت. ما هو لو الاونر استثمر في الشركه يبقى هيزود الكابيتال بتاعه، صح ولا غلط؟ اه، بلس الانفستمنت، لو الاونر استثمر يبقى هيزود الكابيتال بتاعه، ماينس الدروينج، لو الاونر سحب يبقى هيقلل الايكويتي او هيقلل الكابيتال بتاعه، بلس الريفينيوز. احنا قلنا الريفينيوز اللي هي الايرادات، المكاسب بتزود الايكويتي بتاع الاونر، والمصروفات مين اللي بتحملها؟ الاونر برضه، فالايكويتي بتاعه بيقل. يبقى ساعتها الاونرز ايكويتي
حق الاونر اللي هو الاندنج كابيتال بتاعه، يعني الكابيتال بتاعه في اخر الفتره هيساوي البيجنينج كابيتال بتاعه في اول الفتره، تمام، بلس الانفستمنت، الانفستمنت هيزود الايكويتي، ماينس الدروينج، الدروينج بيقلل الايكويتي او بيقلل الكابيتال، الريفينيو بيزود الكابيتال او بيزود الايكويتي، والاكسبنس بيقلل الكابيتال او بيقلل الايكويتي. يعني لو لاحظنا مع بعض ان الانفستمنت دي هي الاستثمارات، الدروينج هي المسحوبات، الريفينيو هي الايرادات، الاكسبنسز هي المصروفات، تمام ماشي. لو بصينا مع بعض بقى يبقى اللي بيزودوا الايكويتي هم الايه؟ الانفستمنت والريفينيوز. يعني الايكويتي بتاع الاونر هيزيد لو هو استثمر او شركه حققت ايرادات. طيب الايكويتي بتاعه بيقل امتى؟ بيقل بحاجتين، لما يسحب او ايه، او شركه يبقى عليها مصروفات، الشركه تتكلف مصروفات، ده بيقللوا الايكويتي بتاع الاونر، تمام. يبقى احنا كده لو حبينا بقى نشوف البيزك ايكويشن اللي هو assets equal liabilities plus owners equity، ممكن الاونرز ايكويتي دي نفكها زي ما احنا شايفين وتبقى ايه؟ تبقى owners capital. الاونرز كابيتال دي جواها الانفستمنت، عشان كده هو ما كتبش الانفستمنت، هو كتب اونرز كابيتال جواها الانفستمنت ماينس الدروينجز بلس الريفينيو ماينس الاكسبنسز. جميل جدا. يبقى احنا قلنا الدروينج والاكسبنسز بيقللوا الايكويتي. جميل. طب نبص مع بعض بقى، الريفينيو ماينس الاكسبنسز، ايرادات ماينس المصروفات. الريفينيو ماينس الاكسبنسز دي احنا قلنا في الفيديو اللي فات، قلنا لما يكون الريفينيو اعلى من الاكسبنسز يبقى ساعتها يبقى فيه ايه؟ في صافي ربح، نت انكم، الكلام ده قلناه في الفيديو اللي فات. بس لو الاكسبنسز هي اللي اعلى من الريفينيو بقى، لو المصاريف اعلى من الايرادات يبقى ساعتها الشركه ايه؟ الشركه خسرت، يبقى فيه ايه؟ نت لوس، صافي خساره، تمام. يعني لو الريفينيو اعلى من الاكسبنسز يبقى الشركه كسبت او في صافي ربح، وصافي الربح ده هيزود الايه؟ هيزود الكابيتال بتاع الاونر او هيزود الايكويتي بتاع الاونر. طب لو العكس بقى، لو الاكسبنسز هي الاعلى من الريفينيو يبقى ساعتها الشركه خسرت، والخساره دي هتقلل مين؟ هتقلل الكابيتال بتاع الاونر او هتقلل الايكويتي بتاع الاونر. اللي احنا زي ما احنا قلنا ان الكريدتورز، الكريدتورز اللي بره حقهم من اللايبيليتيز، هم مالهمش دعوه الشركه تكسب ولا تخسر، احنا حقنا ان احنا ناخد الفلوس احنا سلفناها لكم زائد الفوائد لو لينا فوائد، بس كده. يبقى المكسب والخساره ده بيأثر في ايه؟ بيأثر في الاونر، حق الاونر في الشركه. جميل جدا. طيب نبص مع بعض اهو، بيقول لك شوف الايتيمز اللي قدامك دي وقول لي، قول لي دي اونرز دروينج يعني دي مسحوبات، اونرز دروينج ولا ريفينيو يعني ايرادات، ولا اكسبنسز يعني مصروفات. طيب ادفرتايزنج اكسبنس، مصاريف اعلان، من اسمها دي اكسبنس. طب سيرفيس ريفينيو، سيرفيس ريفينيو يعني ايه؟ يعني ايرادات خدمات، احنا قدمنا خدمه وجالنا ايراد، يبقى ده ريفينيو. انشورنس اكسبنس، مصاريف تامين اكسبنس، سالاريز اند ويجز اكسبنس، اكسبنس هي باينه من اسميها. انا جايب لكم المثال ده عشان تبقوا تعرفوا انواع الاكسبنسز اللي ممكن مسحوبات الاونر ده درو، وده بتقلل الايكويتي زي ما احنا قلنا، بتقلل الايكويتي بتاع الاونر. رنت ريفينيو، ايراد ايجار، يعني الشركه كان عندها مبنى وبتاجره فبيجي لها رنت، ده يعتبر ايراد جاي لها، ده يعتبر ريفينيو. يوتيليتيز اكسبنس، ده اكسبنس، يوتيليتيز دي اللي هي الادوات، يعني عندنا ورق بنطبع بيه، جبنا اقلام، جبنا منظفات، يوتيليتيز دي تعتبر تبع الاكسبنسز، استخدمناها خلاص، تمام. كده عرفنا الانواع بتاع الريفينيو والاكسبنسز، وعرفنا ان الاونرز ايكويتي هي عباره عن البيجنينج كابيتال بيزيد بالانفستمنت وبيقل بالدروينج وبيزيد بالريفينيو ويقل بالايه؟ بالاكسبنسز. يبقى الاونرز ايكويتي هي عباره عن البيجنينج كابيتال بلس انفستمنت ماينس الدروينج بلس الريفينيو ماينس الاكسبنسز. جميل جدا. احنا دلوقتي بقى فهمنا الاكاونتنج ايكويشن اللي هي assets equal liabilities plus owners equity، فعايزين نطبق عليها المثال ده، يعني نحل الترانزاكشن دي على الاكاونتنج ايكويشن بس بالارقام بقى. يعني احنا عاوزين نحلل نحل الترانزاكشن اللي قدامنا بس على الايه؟ على الاكاونتنج ايكويشن بالارقام. دي المساله لو حلتوها يبقى احنا كده فهمنا الاكاونتنج ايكويشن كويس. طب نبص على المساله، بيقول لك on April 1 في 1 ابريل جولي سبينجل دي الاونر استابليشت سبينجلز ترافل ايجنسي
عملت محل سفرية، عملت مكتب سفريات. قال لك the following transaction were completed during the month. والترانزاكشن دي اللي حصلت خلال شهر ابريل. طيب هو بالعقل كده بيقول لك ايه؟ الست دي اللي هي جولي سبينجل فتح استابليش يعني انشات المكتب السفريات ده امتى؟ في 1 ابريل. تمام؟ يعني في الشهر ده هي لسه فاتحه المكتب الشهر ده، يبقى بالعقل كده اول ترانزاكشن هيبقى ايه؟ هيبقى استثمار. الست استثمرت. فعشان كده زي ما احنا شايفين قال لك invested 15,000 cash to start the agency. استثمرت 15,000 دولار كاش عشان ايه؟ عشان تبتدي المكتب. زي ما احنا قلنا من وجهة نظر الشركة الكاش بتاع الشركة زاد فالاسيت هيزيد، وده الاونر استثمر فالشركة هتديله اكويتي فزود الاكويتي بتاعه. طيب مش مشكلتنا دي، ومديك ترانزاكشن تانية هنعملها دلوقتي. بس نبص على الانستركشن. في الانستركشن بيقول لك ايه بقى؟ prepare a tabular analysis of the transaction using the following column heading. قال لك اعمل لي تحليل جدولي للترانزاكشن دي. يعني ايه؟ ما تقوليش بالبق زي ما احنا قلنا دلوقتي ده الكاش زاد يعني الاسيت زاد وده الاكويتي بتاع الست زادت. لا، قال لك انت حطولي في جدول عرفني بقى. قال لك هتستخدم الكولم هيدنج اللي قدامك دي، يعني ما تقوليش اسيت وخلاص، لا ده انت قول لي بقى اني نوع من الاسيت واني نوع من اللايبيليتيز واني نوع من الاكويتي، ومديك الحسابات كلها اللي انت هتستخدمها. يعني لو بصينا مع بعض الاول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك كاش واكاونت ريسيبل وسبلايز واكويبمنت. دي كلها ايه؟ دي كلها اساس للشركه، حاجات لها قيمه وهتجيب منفعه قدام. كاش اكاونت ريسيبل حسابات لسه الشركه تستلمها، سبلايز تمام سبلايز الشركه لسه تستخدمها، واكويبمنت مكان الشركه بتستخدمه عشان تقدم الخدمه. تمام، دي كلها اساس للشركه. طب لو بصينا على اللي بعديها اكاونتس بيبل حسابات لسه هتدفع، يعني دي حسابات على الشركه لسه الشركه هتدفعها، يبقى دي ايه؟ دي لايبيليتيز على الشركه. تمام. طب اللي بعديها بقى الاونرز كابيتال والاونرز دروينج والريفينيو والاكسبنسز، دي تعتبر ايه؟ تعتبر اكويتي، تعتبر من حق المالك. احنا قلنا الاكويتي عباره عن الاونرز كابيتال بلس الانفستمنت. احنا هو مش بيحط حساب للانفستمنت لان الانفستمنت بيبقى جوه الكابيتال، يعني الانفستمنت على طول بيبقى جوه الكابيتال. فاحنا بنقول اونرز كابيتال ده معناه اللي هو مع الانفستمنت. يبقى الاونرز كابيتال ماينس الدروينج بلس الريفينيو ماينس الاكسبنسز. تمام، يبقى ده الاكويتي. فبيقول لك اعمل لي جدول وحط استخدم لي فيه الحسابات دي عشان تحلل الترانزاكشن اللي انا مديها لك فوق. تمام، فاحنا لو بصينا مع بعض اول حاجه نعمل الجدول. الجدول بتاعنا بتكتب الاكاونتنج ايكويشن بس بطريقه منظمه. بتكتب اهو بدل ما تكتب اسيتس هتكتب كاش بلس اكاونت ريسيبل بلس سبلايز بلس ايكويبمنت، دي الاسيتس. تمام، طيب ايكوال لايبيليتيز، اللايبيليتيز بقى اللي ايه؟ الاكاونتس بيبل بس زي ما هو كان مديهالك. طب الاونرز ايكويتي اللي هو الكابيتال جوه الانفستمنت ومع الانفستمنت ماينس الاونرز دروينج، تمام، ماينس المسحوبات بتاع الاونر بلس الريفينيو ماينس الاكسبنسز. انت كده عملت الجدول assets على بناء على accounting equation assets equal liabilities plus owners equity. تبتدي بقى تبتدي تحلل كل transaction بناء على accounting equation دي. نشوف مع بعض بقى اول transaction. بيقول لك invested 15,000 cash to start the agency. طب احنا قلنا الاونر بيصرف حاجتين، لما يستثمر لما يسحب. فعشان الشركه لسه باديه فاكيد طبيعي من المنطقي ان اول transaction يكون الاونر استثمر. فمن وجهة نظر الشركة ايه اللي حصل؟ ان الكاش اللي معاها الكاش الموجود في الشركة زاد، يبقى الكاش هيزيد بكام؟ ب15,000. طيب هنزود مين بقى في الناحية التانية في الكفة التانية؟ هنزود مين؟ هنزود الليابيليتيز ولا الايكوتي؟ لا هنزود الايكوتي عشان الاونر هو اللي استثمر. طب هنزود ايه في الايكوتي؟ هنزود الكابيتال ولا الدروينج ولا الريفينيو ولا الاكسبنسز؟ لا هنزود الكابيتال، احنا قلنا الاونرز كابيتال جواه اللي جواه الانفستمنت. يبقى ساعتها الكاش هيزيد في الاسيتس والكابيتال هيزيد في الاكويتي، يبقى ساعتها 15,000 في الجهه يمين و15,000 في الجهه الشمال، يبقى كده الاكاونتنج ايكويشن ايه؟ بالانس. طيب نشوف الترانزاكشن اللي بعدي. بيقول لك بيت $600 كاش فور ابريل اوفيس رنت. مين اللي دفع؟ الشركه بقى مش الاونر. الشركه دفعت $600 كاش، يبقى اول حاجه الكاش اللي عند الشركه ايه؟ قل، يبقى الكاش هيقل بكام؟ ب $600. تمام، طيب
المفروض هي دفعت الكاش ده عشان ايه؟ الشركه دفعت الكاش ده عشان ايه؟ عشان الرنت. احنا قلنا الرنت ده يعتبر ايه؟ اكسبنس، لان احنا خلاص استخدمناه، ده الشهر ابريل عدى، فخلاص يبقى البيت كاش فور ابريل اوفيس رنت. يبقى ساعتها الاكسبنس ايه اللي هيحصل له؟ الاكسبنس هيزيد، صح ولا غلط؟ تمام. بس تبص معايا بقى، الاكسبنس لما جينا زودناه بالايه بقى؟ زودناه بالنيجاتيف. ليه؟ ان الاكسبنس بيقلل الاكويتي. تمام، الاكسبنس بيقلل الاكويتي، فلما تيجي تزوده انت المفروض لما تزود الاكسبنس، يعني انت المفروض عاوز تقلل الاكويتي، فلما بتزود الاكسبنس بتزودها بالايه؟ بالنيجاتيف. تمام، يعني احنا قلنا الاكسبنس بيقلل الاكويتي، فهو بيقول لك الشركه دفعت $600 كاش، يبقى الكاش هيقل 600. تمام، وفي نفس الوقت احنا قلنا المصاريف دي بتقلل الاكويتي. تمام، فلما تيجي تزود المصاريف هزودها بالايه؟ هزودها بالنيجاتيف. فاحنا لو بصينا مع بعض، الاسيتس بقت كام؟ بقت 14400. طب الجهه اليمين 15000 ماينس 600 هتديك برضو 14400. يبقى كده احنا ماشيين صح، والاكاونتنج ايكويشن بالانسد. تمام، ندخل على الترانزاكشن اللي بعديها. بيرشيزد ايكويبمنت، مين اللي اشترى؟ الشركه اشترت ايكويبمنت ب 3000 كاش، يبقى ساعتها الكاش بتاع الشركه هيقل 3000، بس ايه اللي هيزيد؟ الايكويبمنت. تمام، يعني ساعتها الكاش هيقل 3000 بس الايكويبمنت هتزيد ب 3000، يعني الاسيت قل في الكاش ب 3000 وزاد في الايكويبمنت 3000، يعني التوتال اسيتس ما اتغيرتش. تمام، احنا لو بصينا 11400 زائد 3000 يبقى 14400، و 15000 ماينص 600 يبقى 14400. مظبوطه. طيب الترانزاكشن اللي بعديه، يقول لك incurred $700 advertising cost in Chicago Tribune. شيكاغو تريبيون دي مجله on account، يعني ايه؟ يعني الشركه بقى مستحقه عليها $700 تكاليف اعلان، مصاريف اعلان على الحساب، يعني الشركه ما دفعتهاش. اول حاجه، هي الشركه دفعتها؟ لا ما دفعتهاش. يبقى الشركه بقى عليها ايه؟ بقى عليها liabilities. قال لك on account على الحساب، يعني دي حسابات الشركه المفروض ايه؟ هتدفعها، لسه هتدفعها. accounts payable، حسابات لسه هتدفع، يعني المفروض الاكونتس بيبول هتزيد بكام؟ هتزيد ب $700 عشان دي حسابات لسه هندفعها، دي لايبيلتيز على الشركه. طيب احنا قلنا ده اكسبنس، صح؟ الادفرتايزنج كوست دي اكسبنس، يعني المفروض تقلل الايكويتي، فعشان نقلل الايكويتي هنقوم مزودين الاكسبنس بالايه؟ مزودين الاكسبنس بالنيجاتيف. يعني ساعتها الترانزاكشن دي هتقوم مزوده الاكونتس بيبول وتقوم مزوده الاكسبنس بس بالنيجاتيف. طب تعالوا نشوف كده مع بعض. زودت الاكونتس بيبل اهي ب 700، وزودت الاكسبنس بالنيجاتيف بكام؟ ب 700. فانت لو بصيت كده يبقى الجهه اليمين ما تاثرتش، لانها زادت في الاكونتس بيبل وزادت في اللايبيلتيز ب 700، بس زادت بالنيجاتيف في الاكسبنس بالايه؟ بنيجاتيف 700. يعني لو بصينا مع بعض، 11400 زائد 3000 يبقى توتال اسيتس كام؟ الجهه الشمال 14400. طيب 700 زائد 15000 ماينس 1300 هيديك برضو 14400. يبقى كده الاكاونتنج ايكويشن ايه؟ بالانس. لاحظ ان الاكسبنس لما بيزيد بيزيد بالنيجاتيف عشان بيقلل الايه؟ بيقلل الاكويتي. طيب الترانزاكشن اللي بعديه، يقول لك بيد $900 كاش فور اوفيس سبلايز. الشركه دفعت $900 كاش، يبقى اول حاجه الكاش ايه؟ هيقل. يبقى اول حاجه الكاش هيقل ب 900، بس ايه بقى تاني؟ قال لك الشركه اشترت سبلايز، ما السبلايز دي تعتبر ايه؟ تعتبر اسيت. يبقى ساعتها السبلايز هتزيد بكام؟ هتزيد ب 900، يعني الاسيت قلت في الكاش ب 900 بس زادت في السبلايز ب 900. يعني لو بصينا مع بعض هنا، الكاش قلت ب 900 بس زادت في السبلايز بكام؟ ب 900. هتلاقي برضو الجهه اليمين بيساوي الجهه الشمال، يبقى الاكاونتنج ايكويشن بالانسد. طيب نبص على الترانزاكشن اللي بعدي، بيقول لك performance services، يعني شركة أدت خدمة. احنا قلنا لما شركة تقدم خدمة أو تبيع منتج يبقى ده إيه؟ إيراد داخل الشركة، revenue. يعني شركة عملت خدمة بكام؟ ب10000. تمام، الشركة دي الخدمة دي تساوي 10000، يبقى ساعتها هنسجل revenue بكام؟ ب10000. لما شركة تأدي خدمة أو تبيع منتج يبقى ده إيه؟ revenue. يبقى ساعتها revenue هيزيد بكام؟ ب10000. طيب
قال لك ال 10000 دي هي سلمت 3000 ان كاش فروم كاستمرز. يعني ايه؟ يعني من 10000 هي ما خدتهمش كلهم كاش، هي اخدت 3000 كاش، يبقى ساعتها الكاش هيزيد بالايه؟ الكاش هيزيد ب 3000. تمام، الكاش هيزيد ب 3000. قال لك والباقي اللي هو 7000 از بيل تو كاستمر، بعتنا لهم فواتير اون اكونت بس لسه ما دفعوش، يعني بعتنا لهم فواتير ولسه ما دفعوش. يبقى دي حسابات انا لسه ايه؟ لسه هستلمها، حسابات لسه هستلمها. يعني الترانزاكشن دي هيبقى الايفكت بتاعها انت هزود الريفينيو ب 10000، ال 10000 دي جزء منهم استلمته كاش، فالكاش هيزيد ب 3000، والجزء الثاني لسه هتستلمه يبقى الاكونت ريسيفبل هزيد بكام؟ يبقى الاكونت ريسيفبل هزيد ب 7000 زي ما احنا شايفينه. يبقى كده الاكونتنج ايكويشن ترانسبورت، وانت زودت الجهه اليمين ب 10000 وزودت الجهه الشمال ناحيه الاسيتس زودتها ب 10000، بس 3 كاش و7 ايه؟ 7 اكونت ريسيفبل. طيب جميل، نبص على الترانزاكشن اللي بعديه. بيقول لك ويزدرو بقى، مين اللي سحب؟ احنا قلنا الاونر بيصرف حاجتين، لما استثمر ولما يسحب. تمام، فبيقول لك ويزدرو يعني سحب، سحب 600 دولار كاش، مين اللي سحب؟ الاونر. يبقى من وجهه نظر الشركه ان الكاش بتاعها هيقل، صح؟ يبقى الكاش بتاع الشركه هيقل، بس في نفس الوقت هي عاوزه تقلل ايه؟ عايزه تقلل حق الاونر. فهتقلل حق الاونر ازاي؟ عن طريق اللي هي تزود المسحوبات بتاعته، بس هزود المسحوبات بالايه؟ هزود المسحوبات بالنيجاتيف، تزود المسحوبات بالنيجاتيف عشان تقلل الايكويتي. يعني لو بصينا مع بعض، ان الكاش قل ب 600 بس زودت الدروينج بالنيجاتيف عشان تقلل الايه؟ عشان تقلل الايكويتي. يبقى برضو الاكاونتنج ايكويشن بالانسد. يبقى لازم تلاحظ حاجه، ان الاونرز دروينج والاكسبنسز بيزيدوا، بس بيزيدوا بالايه؟ بالنيجاتيف. عشان بيزيدوا بالنيجاتيف ليه؟ عشان هم بيقللوا الاونرز ايكويتي، لان هم لما بيزيدوا المفروض يقللوا الاونرز ايكويتي، فلما نيجي نزودهم بنزودهم بالنيجاتيف. تمام، نبص على الترانزاكشن اللي بعديه. بيقول لك بيت شيكاغو تريبيون، بيت شيكاغو تريبيون 500 دولار اوف ذا اماونت ديو ان ترانزاكشن 4. انت في ترانزاكشن 4 قلت انا عليا مصاريف اعلان ب 700 دولار. لو رجعنا مع بعض هنا اهي، بيقول انت طول الشركه عليها 700 دولار ادفرتايزنج كوست اون اكاونت. تمام، فقلت ده الشركه لسه ما دفعتش، يبقى في اكاونتس بيبل. تمام، في اكاونتس بيبل، زودت الاكاونتس بيبل اللي هي الالتزامات على الشركه، وسجلت الاكسبنسز. تمام، وسجلت زودت الاكسبنسز بالنيجاتيف. طيب هو جه هنا هو بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك من 700 دولار دولت اللي انت كانوا على الشركة، الشركة دفعت منهم كام؟ 500. طيب أول حاجة، أنت هسجل إكسبنس تاني؟ لا، أنت ما سجلش إكسبنس تاني خلاص. أنت كان عليك فلوس وبتدفعها، يبقى مالناش دعوة بالإكسبنس. أنت كان عليك فلوس وبتدفعها، يبقى أول حاجة الأكونتس بيبل اللي على الشركة هتقل، صح ولا غلط؟ أنت ما يكون عليك التزامات وبتدفعها، يبقى الالتزامات اللي عليك هتقل، يبقى الأكونتس بيبل هتقل بكام؟ ب 500. طيب مش الشركة دفعت فلوس، يبقى الكاش بتاع الشركة برضو هيحصل له ايه؟ الكاش بتاع الشركة هيقل ب 500. يعني لو بصينا مع بعض اهو، الكاش قل ب 500، الكاش قل ب 500، والحسابات اللي المفروض الشركة تدفعها او الالتزامات اللي على الشركة اللي هي الاكونتس بيبر هتقل ب 500، ويبقى برضو الاكونتنج ايكويشن بالانس، الجهة اليمين بتساوي الجهة الشمال. طيب نشوف الترانزاكشن اللي بعديه. بيقول لك paid employees salaries، يعني الشركة دفعت مرتبات الموظفين. paid يعني دفعت ايه؟ كاش. ما قال لك paid يعني دفعت كاش بعطه، من غير ما يقول لك اللي هي دفعت كاش. قال لك paid employees salaries، دفعت مرتبات الموظفين بقيمة كام؟ 2500. يبقى أول حاجة الشركة دفعت، صح؟ يبقى الكاش اللي عند الشركة هيقل بكام؟ الكاش اللي عند الشركة هيقل ب 2500. طيب المرتبات دي تعتبر ايه؟ تعتبر اكسبنس على الشركة، صح؟ يبقى ساعتها الاكسبنسز هزيد بالنيجاتيف عشان تقلل الايكويتي بتاع الاونر. يبقى ساعتها هنزود الاكسبنسز بالنيجاتيف 2500 عشان نقلل الايكويتي بتاع الاونر. يبقى لو بصينا مع بعض زي ما احنا شايفين، ان الكاش قل ب 2500 عشان الشركه دفعت كاش، وده السالاريز دي تعتبر اكسبنس، بنسميها سالاريز اكسبنس، فهنزود الاكسبنس بالنيجاتيف عشان نقلل الايكويتي بتاع الاونر بكام؟ ب 2500.
جميل جدا، يبقى برضو الاكاونتنج ايكويشن بالانس موزون. طيب نشوف الترانزاكشن اللي بعدين، بيقول لك received $4,000 in cash from customers billed previously in transaction 6. بيقول لك انت استلفت $4,000 كاش من العملاء اللي انت كنت بعت لهم الفواتير في ترانزاكشن او في المعامله رقم 6. طيب تعالى نرجع كده نبص بسرعه على ترانزاكشن رقم 6 اهو. انت بتقول الشركه عملت ريفينيو او قدمت خدمات بقيمه 10,000، فكنا مسجلين الريفينيو بكام؟ ب 10,000. قلت من 10,000 دي في 3,000 احنا خدناهم كاش، وفي 7,000 بعتنا فواتير ولسه ما استلمناهاش، فانت كنت مسجل ان ال 7,000 ديت ايه؟ اكونت ريسيفبل. انت كنت مسجل ان ال 7,000 ده اكونت ريسيفبل، انك بعت فواتير ولسه ما استلمتهاش. فاحنا لما جينا في ترانزاكشن رقم 10 بيقول لك من 7,000 انت استلمت كام؟ بيقول لك من 7,000 انت استلمت 4,000 كاش. تمام، يبقى من وجهه نظر الشركه انت هتسجل ريفينيو تاني؟ لا مش هتسجل ريفينيو تاني، هو مالكش فيه، مالكش، احنا عملنا سيرفيسز تانيه. وبيقول لك انت استلمت بس، يعني انت استلمت الفلوس اللي ليك، يبقى ساعتها الكاش بتاع الشركه هيحصل ايه؟ هيزيد الكاش بتاع الشركه، هيزيد ب 4,000. طيب والاكونت ريسيفبل، الحسابات اللي المفروض الشركه تستلمها، على بقى تقللها ب 4,000 لانها خلاص خلاص ايه؟ خلاص اوريدي استلمت 4,000 منهم. يبقى زي ما احنا شايفين لو بصينا مع بعض، الكاش زاد ب 4,000 بس الاكونت ريسيفبل قلت بكام بقى؟ قلت ب 4,000، احنا خلاص استلمناه، يبقى فاضل 3,000 لسه هنستلمهم. ودي كانت اخر ترانزاكشن عندنا. فاحنا بعد ما نخلص الترانزاكشن عاوزين نتاكد احنا ماشيين صح، فبنقوم جامعين الجهه الشمال ونشوف بتساوي الجهه اليمين ولا لا. اهو الجهه الشمال دي الاسيتس 13900 زائد 3000 زائد 900 زائد 3000 هتديك 20800، يبقى التوتال اسيتس كام؟ 20800. احنا قلنا التوتال اسيتس دي هي استخدامات التمويل، يوزز اوف فاند. طيب فنشوف الجهه اليمين اللي هي اللايبيلتيز بلس الاونرز ايكويتي. اللايبيلتيز مفيش غير اكونتس بيبل فاضل منها كام لسه المفروض ندفعهم؟ 200. والاونرز ايكويتي فيها 15000 ماينس 600، احنا قلنا الدروينج بيقلل فعشان كده بالماينس، بلس الريفينيو ماينس الاكسبنس بالماينس عشان هو بيقلل برضه الايكويتي. يبقى التوتال لايبيلتيز والاونرز ايكويتي مجموع الجهه اليمين كام؟ 20800. ودي مصادر التمويل اللي هي سورسز اوف فاند، فعشان كده الجهتين لازم يساووا بعض، اللي هي الاسيتس لازم تساوي اللايبيلتيز بلس الاونرز ايكويتي. تمام، حاجه صعبه؟ جميل جدا. طيب احنا كده خلصنا اول مطلوب. طب تاني مطلوب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك from an analysis of the owner's equity column. يعني انت كنت عامل جدول، قال لك بص لي بقى على العواميد بتاعت الاونرز ايكويتي. عواميد الاونرز ايكويتي اللي هي ايه؟ هتبقى الاونرز كابيتال معاها ايه؟ معاها ماينس الدروينج بلس الريفينيو ماينس الاكسبنسز، مش دي الكولمز اللي تبع الايه؟ تبع الاونرز ايكويتي. قال لك احسب لي ايش النت انكم او النت لوس بتاع شهر ابريل، يعني الشركه كسبت ولا خسرت. فاحنا لو بصينا مع بعض اهو، الاونرز ايكويتي اهي، العواميد اللي تبعها اللي هي الكابيتال والدروينج والريفينيو والاكسبنسز، بس هو بيقول لك احسب لي الشركه كسبت ولا خسرت. يبقى هنركز على ايه بقى؟ تركز على الريفينيو والاكسبنسز، يعني مالكش دعوه بالكابيتال والدروينج، انت تركز على الريفينيو والاكسبنسز. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، الريفينيو اعلى من الاكسبنسز يبقى فيه نت انكم، بس لو الاكسبنسز اعلى من الريفينيو يبقى فيه نت لوس، يبقى فيه خساره. طب هي الريفينيو بكام؟ نبص على الريفينيو، قال لك الريفينيو ب 10,000، ده كان عشان الشركه قدمت خدمه، يبقى ده سيرفيس ريفينيو ب 10,000. طيب نبص على الاكسبنسز، قال لك في 600، 600 دي لو تفتكروا كانت اول حاجه رنت، كان رنت اكسبنس. تمام، بعد كده عندنا 700 دي لو تفتكروا كانت ادفرتايزنج اكسبنس، مصاريف اعلان. بعد كده عندنا 2500 لو تفتكروا كانت سالاريز اكسبنس، كانت مصاريف مرتبات، دي الاكسبنسز. يعني انت عندك الريفينيو ب 10,000 بس عندك الاكسبنسز 600 و700 و2500، فاحنا هناخدهم هنحطهم في شكل جدول زي ما عرفنا في الفيديو اللي فات، ننظمهم في شكل جدول بحيث ايه؟ نقدر نطلع معلومه واضحه. فاحنا لو بصينا مع بعض اهو، السيرفيس ريفينيو بكام؟ ب 10,000، وحطينا الاكسبنسز اللي هي سالاريز اند ويجز ب 2500، رنت اكسبنس ب 600، والادفرتايزنج ب 700، يبقى التوتال اكسبنسز كام؟ 3,800.
يعني الشركة جالها إيراد ب10,000، بس المصاريف اللي هي تكلفتها كام؟ 3,800. يعني ساعتها الريفنيو أعلى من الإكسبنسز، يبقى الشركة حققت صافي ربح كام؟ حققت صافي ربح 6,200. دي بنسميها الانكم ستيتمنت. يعني الجدول ده احنا بنسميه الانكم ستيتمنت، تمام؟ قائمه الدخل، قائمه الدخل بتوضح لك دخل الشركه، الشركه كسبت ولا خسرت. والانكم ستيتمنت بنحط فيه الريفينيو والاكسبنس عشان نطلع في الاخر في نت انكم ولا نت لوس. قال لك ان انكم ستيتمنت بريزنتس ذا ريفينيوز اند اكسبنسز اند ذا ريزلتنج نت انكم اور نت لوس for a specified period of time. يعني بتقول لك بتوضح الريفينيو والاكسبنس بتاعت الشركه، ايرادات والمصروفات بتاعت الشركه، بتوضح لك في صافي ربح ولا صافي خساره. بس قال لك for a specified period of time، لفتره معينه. احنا الفتره دي كانت في شهر ايه؟ كانت شهر ابريل. هو كان قال لك في المساله ان الترانزاكشن دي كانت بتاع شهر ابريل، يبقى الانكم ستيتمنت ده بتاع شهر ابريل 2017. طبعا بتكتب فوق اسم الشركه عشان تبقى واضح ان الانكم ستيتمنت دي بتاعت سبينجلز ترافل ايجنسي، مكتب سبينجل للسفريات. الانكم ستيتمنت دي لشهر ابريل 2017 كان عندها ريفينيوز ب 10,000 والاكسبنس بتاعها 3,800، يبقى هي حققت صافي ربح كام؟ 6,200. وبكده نكون خلصنا مع بعض المساله دي وفهمنا الاكاونتنج ايكويشن وفهمنا ازاي نطبقها وعرفنا التابيولار اناليسز التحليل الجدولي بتاع الاكاونتنج ايكويشن وازاي تحلل فيه الترانزاكشن او المعاملات، تمام؟ وعرفنا اللي انت ازاي تطلع الانكم ستيتمنت من الجدول، هتبص على الريفنيو والاكسبنسز، وعرفنا ان الاونرز ايكويتي حق المالك، تمام؟ هو عباره عن الكابيتال جوه الانفستمنت ماينس الدروينج بلس الريفنيو ماينس الاكسبنسز. وبكده نكون خلصنا مع بعض الفيديو ده. معلش الفيديو كان طويل، بس عشان ان الاكاونتنج ايكويشن مهمه ولازم تتفهم، ان انت لو ما فهمتش الاكاونتنج ايكويشن مش هتقدر تفهم باقي الكورس. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو.